حاجه غلط وخدها طلعت واخد زيها رصاصيه عاديه سمبل خلاص وطلع يعني فيها رزق نفس هي نفس القدر ياخذ بكري نفس المهم قال يقول شو زين ما فيهاش عاد هذه اسمه رميت في النص كم وقت صح كم فيه قال لي اذا كانت قدام ان شاء الله وتحية لي يكون حمزة في الحال طبعا تقول لي هيك هيك شنو هيك هيك انا هني انا جيم بيك يا حمزة ايه والله حقيقة يعني خط السير باتجاه درج سير انا القطران ومن ثم من درجة باذن الله ننطلق نحو الحمادة الحمراء خط السير معروف كويس ان شاء الله رحلة كويسة تاكويد اصل ليرو تشوا مم منو
قديش منيا بن قديش مدي وين المغرب خلاص والان سوف بعد تعبير بنزينه ان شاء الله غير بنزينه توا يلعبوا آه. ان شاء الله ان شاء الله المنطقه هنا بقديش ان شاء الله باذن الله وين هي بالضبط بقديش في الصحراء الليبيه يعني وين يعني غادي في فرنسا يعني مثلا تكون يعني لا ان شاء الله الواجهه اتجاه يعني ان شاء الله هي الاتجاه ان شاء الله لا بقديش هيك ان شاء الله تاني وين انا لا انت فيش من طرف واحد جو مليح والامور طيبه تغدينا هنا قريه السنافر من قديش صار مطواتي كنت وقت السيوف هذاك الرمله شويه خطوه مش معروف وين وجهها الرحله مفتوحه هذه سيارتي هنا شوفها ما شاء الله معروفه غنيه على التعريف عندنا حمزه الفتحان يمنتجنا فيديو وصلنا بداية الرملة العطشان إن شاء الله 11 الليل بنصها باش نوصل لبير العطشان وإن شاء الله تكون القصة ما فيهاش تهور مجاسفة من الشباب وإن شاء الله لما نقصه ما تصيرناش أي عطل ولا تصيرنا أي مشكلة الرملة واعرة سيوف كبار بإذن الله نقصها على خير وكلنا ثقة في خبرة الشباب في السواقة في الكبان الرملية وإن شاء الله موفقين الله من بير العطشان اتجاه تنيضان لصيد الغزال وان شاء الله رحله موفقه
هذا جونا. شوف يا حمزة الفكحال، شوف تلقى بالله حلاوة زي الحلاوة، سماء وماء ورملة. وري له القوس، وري له، وري له القوس. وطبعا عندنا بالضبط بنمشوا هنا اللي بالضبط اللي بير طنهيضان، والرحلة كانت 2000 كيلو متر من الزنتان الرجبان، من الرجبان لدرج، من درج طلعنا لبن قديش. طبعا كانت منطقة حلوة حتى هي بير بن قديش، رملة مية طر خيرات. ما شاء الله الرحلة اللي فات عب لا فيها شيء، رحلة ممتعة. أمس اخترناها بالغزال. منور حمزة الفكحان.
ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو مع حمزه فتحال، باذن الله حتستمتعوا الف. الحمد لله وصلنا بعد رحله قريب 2000 كيلو، زرنا من خلال عدد مناطق وعده اماكن ما كناش نتصور تكون بالروعه هذه. الحمد لله مشيت رحلتنا 100% لاعطال سيارات الشباب كلهم خير، ما فيش حد مرض ولا صارت له برده صقعت الليل. والحمد لله الحمد لله وصلنا هنا وامورنا تمام 100%، وان شاء الله نشوفكم في رحلات ثانيه ونشوفكم في فيديوهات جديده من حمزه الفتحال.